طيب وبالتالي بقى الجزء الثاني من السؤال اللي هو 2023. بالظبط 2023 تختلف شويه. اولا الروح طيبه جدا ما بين كل المرشحين، سواء رئيس، نائب، امين صندوق، فوق السن، تحت السن، في قائمه مش في قائمه، يعني الموضوع عادل الحريه. الدنيا يعني بشكل عام مبشره ان ايا كان من يكون داخل المجلس فهيبقى في تعاون، هيبقى في ايد واحده لمصلحه نادي الزمالك. زائد النقطه الثانيه عشان نكمل بقيه السؤال، ان العدد مش سته، العدد بقى 12. المهام اي نعم المهام كبيره، التحديات كبيره جدا، الظروف صعبه، انا بسميها دي دوره انتحاريه. انتحاريه؟ بمنتهى الصراحه دوره انتحاريه. كان في ناس كتيره ممكن يا عم ما تنزلش هذه الدوره، مفيش مشكله ما تنزلش وشوف الدوره الجايه لو ربنا شايفها كويسه تمام. بس انا كهاني ما تعودتش على ده، ما تعودت ان انا التحدي، اتعودت ان انا ما بشغلش بالي خالص بغير ان انا ممكن اكون منظم نفسي، وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا اسلام، يعني ما انت أكيد. انت بتعمل اللي عليك، يعني انت تخش وتشتغل في الاخر خالص التوفيق بتاع ربنا والتقدير من بيبقى من الجمعية العمومية. الدورة انتحارية لأن الـ الأزمات كبيرة اللي تسبب فيها مجلس مرتضى منصور في السنين الأخيرة، العشر سنين الأخيرة، ولا الدورة انتحارية لأن الديون اللي على نادي الزمالك ما يكفيهاش أربع سنين بس ان تكون تحل المشاكل دي كلها؟ بص انت عندك مشكله عشان برضو ما نقيسهاش على حته واحده، فتره معينه انت عندك مشاكل سابقه برضو قبل حتى العشر سنين، برضو عندك مشاكل قبليها، ولكن كل ده بيتراكم وكل ده بيزداد عبء على دايما اللي جاي. زائد ان انت لو حضرتك خدت بالك هتلاقي ان انت عندك مشاكل ديون، واي حاجه اي حاجه طالما الدوره المستنديه بتاعتها او النظام المالي بتاعها في مشاكل فبيعمل اضطرابات في 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 القطاعات او في الفايلات، سميها زي ما تسميها، لان نادي الزمالك هو اسم واحد بس تحتيه افرع كتيره جدا جدا جدا، فالحتت الماليه دي مهمه مع طبعا الجهاز التنفيذي، ده امر طبيعي. فانت النهارده لما تبقى داخل عشان دورة انتحارية، لما تبقى داخل وانت شايف الرؤية ان عندك ما يقرب من 6 ل 7 مليون دولار انت عليك بره، القضايا الخارجية للعيبة، فك القيد، كل الكلام ده خارجيا بس غير داخليا، يعني داخليا عندك مشاكل برضو مع الاتحادات، وعندك مشاكل لسه برضو مع الضرائب، عندك الحجوزات، عندك كل الكلام ده، أكتوبر. عندك احنا بنتكلم على الأزمة.